مدافع من المدافعين التقال، تقال قوي لانه بيجمع ما بين الدفاع الصلب وفي نفس الوقت الاداء الانيق الشيك جوه ارض الملعب، فتعرف تبني بيه هجمه لو انت فريق بتهاجم من خط الدفاع، تعرف بيه لو انت فريق دفاعي جدا انك تفضل متثبت وما تقلقش، مش سهل ابدا ان حد يعدي. عشان كده هو وزملائه في فريق فاركو وصلوا لحد الجوله الاخيره من الدوري المصري الممتاز وهم اقوى خط دفاع، لكن بنهايه الموسم بقوا المركز الثاني خلف النادي الاهلي. كلامي هنا عن عبد الله بكري نجم خط دفاع فريق فاركو. اهلا بيك عبد الله، منور. اهلا بك، يعني ربنا يخليك منور بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، عاش من شافك، بقالنا كتير ما وحشني جدا. تقابلناش. من وانت ساعة كمان فرحي حبيبي. يعني اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله كله زي الفل. موسم كان كبير ليكم كفرقه صاعده، اي نعم مليانه نجوم لعبوا دوري ممتاز كلهم ومؤثرين، لكن كفرقه ظروف كتيره عدت عليكم، الكل احترمكم، الكل قبل مواجهتكم كان بيعمل لكم الف حساب. فرقه فاركو، شايف ازاي الموسم بتاعك؟ بص، الحمد لله طبعا هو كان سنه كويسه جدا لينا كنادي فاركو، ان احنا في اول سنه في الدوري الممتاز انت بتخلص في المركز الثامن، بتجمع عدد نقط 42 نقطه في اول سنه. ده يعني في انديه كتير فشلت ان هي في اول سنه صعود ليها تعمل الارقام دي. يعني السنه دي كانت سنه برضو صعبه جدا، انت عارف الدوري كل سنه بيبقى اصعب من السنه اللي قبلها. السنه دي كنا بدانا بدايه مش كويسه في اول 3 ماتشات، لما خسرنا 3 ماتشات الناس كلها قالت لك خلاص فاركو أول الهابطين اول الهابطين. كان بس وقت الكابتن مجدي عبد العاطي في اول مع كابتن مجدي الحمد لله قدرنا نلم نفسنا بشكل كويس بعد ثالث ماتش. كسبنا اول ماتش اعتقد المقصه، بدانا نكسب، جبت انت جول او جبت انا اول جون في الماتش، بدانا نكسب المقصه، دخلنا كسبنا على كده سيراميكا وكسبنا الاتحاد، بدانا نجمع عدد نقط الحمد لله في الاول، يعني هدانا شويه بعد اول 3 ماتشات. انت الثقه لما بتبقى لعيب وبتلعب بثقه وانت كسبان عكس ما تبقى بتلعب وانت خسران. فالحمد لله المكسب ده عدنا، حطينا في حته كويسه. في الدور الثاني الحمد لله قدرنا نجمع بنات بشكل كويس سواء من التعادلات او الماتشات المكسب اللي احنا كسبناها. في النهايه احنا خلصنا، احنا بيننا وبين المركز السادس 4 نقط او 3 نقط، يعني ماتش او ماتش وتعادل. فانا شايف ان هي تجربه كويسه جدا لنادي لسه اول سنه دوري ممتاز. النادي موفر لك كل حاجه ان انت تنجح، وعلى السنين الجايه ان شاء الله في خطه مستقبليه ان احنا على السنين الجايه ان شاء الله نبقى في مكان احسن من كده. يعني طيب، هو الفكره في النادي بيلعب لاول موسم، ولا اللعيبه اللي بتكون الفريق بتاع النادي هي اللي خبراتها عامله ازاي؟ يعني من شويه كان معايا كابتن عبد الظاهر السقا بيقول لي اللعيبه كلها لعبت افريقيا قبل كده، لكن في الاخر كفيوتشر احنا اول مره بنلعب، فبرضه الفرقه نفسها بتكتسب خبرات. هل انت بتحس بده ان الفريق نفسه بغض النظر عن عناصره الموضوع بيختلف؟ اكيد بيختلف، ان انت دلوقتي انت مش بتلعب لعبه فرديه، بتلعب لعبه جماعيه. انا ممكن اكون لعبت افريقيا، في 6 7 لعيبه لعبوا افريقيا مثلا قبل كده، او في الدوري لو هنتكلم على فاركو في 6 7 لعيبه 10 لعيبه لعبوا دوري ممتاز. في بقيه اللعيبه ما لعبتش دوري ممتاز، او لعيب مثلا لعب دوري ممتاز من 3 4 سنين. اجواء الدوري الممتاز عكس خالص الاجواء الممتاز بيه. لو لعيب محترف لو بيلعب في دوري تونسي مغربي، دوري في اوروبا في افريقيا، الاجواء بره غير الدوري المصري. الدوري المصري الناس متخيله دوري سهل، الدوري المصري دوري صعب جدا. صعوبته في ايه؟ صعوبته ان على طول احنا يعني اللعيب المصري عامه عنده اجريسيف على طول في اللعب، احنا على طول في ضغط، على طول في جري، في معدلات الجري، في حاجات كتير في الدوري. لما تيجي تبص مثلا على الدوري الانجليزي او الدوري الايطالي او الدوريات الاوروبيه بتلاقي ان اللعب رتمه اقل شويه او اهدى شويه مننا، احنا هم منظمين اكتر شويه مننا. فالكلام ده كله بياخد من معدلات جري اللعيب، من طاقه اللعيب. الدوري الانجليزي في اندفاع هو الدوري، عشان الدوري الانجليزي دوري قوي. بس انت لما تيجي بص على الدوري الاسباني هتلاقي نص الفرق، لما مثلا فرقه بتهاجم هتلاقي الفرقه الثانيه بتلعب زون واقفه في نص ملعبها. لما احنا جينا عملنا الكلام ده في فاركو قال لك دي فرقه دفاعيه. لا، هي الكره اتطورت. انا ببص على الناحيه اللي هتكسبني. انا كلاعب او انا كمدرب، انا مش هبقى باصص اللي بيتفرج على التلفزيون ده عايز يتفرج على ايه. ايوه، انا مش بقى انا اللي عايز انا عايز الماتش فاوصل له ازاي بالظبط. انا مش فيلم. كلمه فريق دفاعي دي كانت بتزعلكم يعني وانتوا بينكم وبين بعض فريق تعادلاته كتيره قوي؟ لا بالعكس، الصفر صفر كتيره قوي عندكم. هل كانت بتزعلكم؟ مش بتكلم كمدافعين، اعتقد مدافعين دي حاجه تفرحكم يعني. انتوا كفرقه كنتوا بتتناولوها ازاي في الاعلام؟ احنا كنا بناخدها بضحك. هقول لك ازاي. احنا كنا مثلا 16 تعادل انت تقريبا كتير. تعادلنا كتير. بس انت دلوقتي، انا دلوقتي نازل الماتش متعادل، ده معناه ان انا معايا نقطه. ان انا اطلع من الماتش بالنقطه ولا اطلع من غير النقطه؟ بالنقطة. اطلع بالنقطه. تمام. طب انا دلوقتي ما عرفتش اكسب، يبقى انا احافظ على ايه؟ مخسرش. لو انا خسرت النقطه دي
طلعت بزيرو. انا بطلع من الماتش بقلل الخسائر. احنا في اول السنه كان معانا عمرو جمال وسيفتري ربنا يرجعهم بالسلامه، اثنين صليبي، اثنين مهاجمين، صح. بقت بتلعب الدوري كله باثنين مهاجمين، احمد شريف وعلي بهيج وشكري. شكري ما بيلعبش تسعه صريحه، شكري بيلعب 10. فانت بقى عندك اثنين من قوام الاساسي الفرقه مش موجودين، صح. فانت دلوقتي اللي هم الخبرات، الخبرات واللعيبه اللي انت جاي يعني يعتبر هتعتمد عليها، صح. لما جيت النهارده تصابوا، انت دلوقتي بقى بتفكر، انا دلوقتي لو انا دخل فيها جون هعاني عشان اجيب جون. ايوه. طب انا دلوقتي في اول سنه، صح. انا محتاج ان انا اكون موجود في الدوري، ان انا اظهر بشكل كويس، ان انا اثبت رجلي، ان انا اول سنه بعمل قوام بالفرقه. جيت السنه دي عملت قوام للفرقه وفنشت في المركز الثامن، بقيت ظهرت بشكل كويس، دي نقطه كويسه. انت بتقول لي الناحيه الدفاعيه، الفرقه الدفاعيه احنا كنا بناخدها بضحك، اللي هو احنا النهارده انتوا ترى نازلين نتعادل، لا مش نازلين نتعادل، اللي هو ايه، طب احنا انتوا الناس بقى كل الناس بتبقى خايفه مننا. ايوه صح. اللي هو انت عارف لما تنزل ماتش انا مش عارف اكسب الفرقه دي، صح. احنا كنا بنستغل الحته دي، أيوه. لصالحنا. ازاي نفسيا يعني؟ نفسيا يعني في ماتشات كنت مثلا يبقى المهاجم جنبي اقول له انت لو لعبت الصبح مش هجيب جون. هو معتمد على السرعه على كمان اللي مش بتقال عليه، مش على عبد الله، مفهوم. احنا تنظيم الفرقه، التنظيم بتاعنا، التنظيم بتاعنا كفرقه. انا النهارده لا، انا النهارده نازل عارف ان انا لو ربنا كرمني وجبت جون انا هكسب. لانك مش سهل يجي ثقه، انت بقى عندك ثقه. 15 تعادل لفاركو مقابل مع 10 هزائم، لكن 15 تعادل من الفرق الاكثر تعادلا في الدوري الممتاز. اتفضل. وفي ماتشات كتير يعني، في الماتشات الكبيره احنا متعادلين، يعني انت متعادل مع الزمالك في استاد القاهره 0-0، متعادل مع النادي الاهلي، متعادل مع بيراميدز، كسبان فيوتشر. انت الفرق دي كلها فرق كبيره، ايوه. يعني انت بتتكلم في الاربع فرق اللي فوق. فدي تحسب لنا كمنظومه دفاعيه، أيوة. وكفرقه. خلي بالك المنظومه الدفاعيه ما تبداش من عند خط الدفاع، لا، لا من اول من اول المهاجم. من اول مهاجم اللي بيتعب في الضغط من اول. حلو قوي. عبد الله انا عايز اسالك كمدافع، بما انك من فريق فاركو صاحب السمعه القويه جدا دفاعيا، انتوا بتشتغلوا دفاع ازاي؟ يعني ازاي كنتوا من الفريق اللي فعلا فعلا كانت كل الفرق بتقول لك لا ده احنا عندنا فاركو الماتش اللي جاي مش سهل نسجل، ازاي بتشتغلوا عشان تبقوا مصعبينها قوي كده على المنافسين؟ بص، احنا بنلعب بطريقه هي الناس بتشوف ليها دفاعيه. لو احنا مثلا بنلعب ب 3 4 3 او 3 5 2، هي 3 5 2 مش دفاعيه. انت لو جيت بصيت تقول 3 3 يعني 3 مدافعين، صح. لما بتلعب ب 4 4 2 او 4 3 3 انت بتلعب ب 4 ورا، مظبوط. احنا دلوقتي اقل، بس انت عندك اللي بينجح الخطه دي الباكين. ايوه. احنا السنه دي كان عندنا لما مستر نونو الميدا جه بدا يتكلم معانا في الوقفات، في التمركز بتاعنا في الملعب، في طريقه الضغط. لما يكون بكري هنا يكون رامي في الحته الفلانيه، خلاص انا نازل. هو الراجل كان بيتكلم عني، انا بديك كتاب، ايوه، انت بتذاكر منه. بتذاكر منه ازاي؟ لما انا بقول لك انت الكره هنا انت عارف انت واقف فين، انت مش بتفكر في اللعبه اللي قدامك، انت بتفكر انت المفروض تكون موجود في الحته الفلانيه. تمام، مفهوم. عتل جسمك، التشيك لما يكون مثلا الكره جايه لك لازم تبص قبل ما حاجات في سكاننج ده. انت اللي هو الناس في اوروبا عامه بتتكلم عليه، هو هو عارف امكانياتك. انت لعيب كوره، ما دام لعبت في المستوى ده فانت عندك الامكانيات. انت محتاج بس الحاجات الصغيره اللي تبين امكانياتك. هو بدا يشتغل معانا الحته دي وفرقت معانا جدا من الناحيه التنظيميه، يعني في الشكل التنظيمي بتاعنا. اي فرقه منظمه؟ لا، كان حتى انا احنا اصحابنا في الانديه يقول لا انتوا منظمين. انتوا يعني مش احنا بندافع مثلا بشكل عشوائي، ولا احنا منظمين. واحنا كان ذات نفسنا كلاعيبه انا عارف احنا منظمين، ايوه. فدي يعني في ذاتها بتديك ثقه انت كلاعب وانت بتلعب في الملعب، انت عارف انت منظم، عارف انت مش هتغلط، فلازم تبقى طول ال 90 دقيقه مركز. طيب وقت فقدان الكوره، يعني خلاص انتوا بتبداوا تبنوا هجم والحلول الهجوميه فعلا فيها مشاكل من بدايه الموسم، فبتبدا الكوره خلاص هتترد عليكم تاني كمنظومه دفاعيه بتشتغل. انتوا بتتعاملوا ازاي فيها، وكنتوا ازاي بتشوفوا مرحله الطلوع بالكوره علشان صعوبه الوصول لمرمى المنافسين في الموسم اللي فات ده؟ انت كده عايز تغش الجزء الفني بتاعك. مش بس انا، لان انتوا كنتوا فرقه مثيره للاهتمام، يعني انتوا فرقه الواحد يحب يتفرج عليها ككوره، ازاي بيوصلوا للطريقه الدفاعيه دي؟ بص، هو احنا كان عندنا احنا نلعب مثلا 3 4 3 او 3 5 2. كان في معظم الاوقات لو احنا خلي بالك الناس كانت فاكره هنلعب زون. لا، احنا كنا بنلعب زون، مظبوط. احنا كنا معظم الاوقات بنضغط ضغط عالي. بس انا يوم ما هلاعب فرقه مثلا بتعرف تطلع بالكوره هروح العب ضغط عالي عليها ليه؟ صح، يعني بيعرفوا يطلعوا بالكوره. تعالوا بقى انتوا، لو انا المهاجمين بتوعنا ضغطوا واتضربوا خلاص الكوره طلعت منهم، انت يعني بقت المنظومه اتكسرت خلاص.
ايوه انت في ثلاث لعيبه يعني اوت اوف بوزيشن، انت بره بره الجيم اصلا. مظبوط. طب انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ لو فرقه ممكن مثلا امكانياتها ان هي ما تعرفش تلعب كوره قوي، او مثلا مع الضغط ممكن يلطوا، لا بنضغط. تمام. فاهم قصدي؟ فده كان في على حسب سير الجيم يعني، على حسب سير الماتش. انت هو مستنون قبل الماتش هو بيحدد لك انت تضغط من نص الملعب، هتضغط من قدام، هتلعب زون، حسب كل ماتش وليه ظروفه يعني. مفهوم. انت بتحب ايه اكتر؟ انت لعبت كتير قوي في طريقه 4 4 2 او يعني 4 2 3 1، ولعبت كتير قوي في طريقه 3 مع الفرقه الحاليه فاركو. انت كمدافع ايه اللي بيريحك اكتر؟ بص، هي كل طريقه ليها ميزه يعني. 4 4 2 انا على طول ان بوزيشن، انا في المكان بتاعي ما بطلعش بره، ما بتضربش يعني، معنى الكوره كده يعني ببقى على طول في اللعب. مفهوم. ثلاثه كنت الاول اول ما لعبتها مع كابتن مجدي في الاول استرخمتها شويه وفيها جري كتير بالنسبه للاثنين اللي هم السنتر الرايت سنتر باك والليفت سنتر باك. تمام. لكن بعد كده بعد ماتشين ثلاثه مع حبيتها اللي هي على طول انا مديني يعني اريحيه شويه في الضغط، مديني اريحيه شويه في الزياده. لو انا مثلا كره من ناحيتي بعرف اطلع اغطي في ظهر الباك كويس. تمام. فهي ليها مميزات ولها عيوبها يعني. مفهوم. بس هي الاثنين طريقتين كويسين يعني. كل اللي انت حكيته ده بيفسر انت ليه لما اتسالت من ايام مين احسن مدرب اشتغلت في حياتك معاه، هو نونو الميدا، صح؟ صح طبعا. ايه المختلف فيه عن باقي المدربين؟ لان انت اشتغلت مع كتير قوي ما بين مصريين واجانب يعني. بص، انا اشتغلت مع يعني بيراميدز بالاخص، اشتغلت مع مدربين كتير يعني. في ثلاث سنين جالنا مدربين كتير قوي. صح. في مدربين طبعا مميزين اشتغلت معاهم يعني، اخرهم مستر تاكيس، مدرب كويس جدا جدا وتعلمت منه حاجات برضو. لما مستر نونو جه يعني انا كنت اول مره اتعامل معاه، بس كنت على طول اسمع عنه يعني. هو كان في الجهاز بتاع مستر فيريرا في نادي الزمالك، وانت كنت رايح الزمالك بدايه الموسم، واصحابي كان ليا لعيبه يعني، كان ليا لعيبه كانوا موجودين في السنه اللي هم خدوا اللي في اول فتره. ايوه. فكان على طول بتاعت 14 15 كان على طول يحكوا لي على مستر نونو اللي هو مساعد فيريرا، ده كذا، ده جامد، ده هيطورك، ده بيتكلم مع لعيبه. فانا بدات بقى عندي عايز اشوف مستر نونو ده هيعمل معايا ايه. فاهم قصدي؟ مفهوم. لما جيت مع التمرين مع الوقت مع الشغل، لا انا حتى يعني حسيت نفسي عليت معاه. طريقه عبد الله بكري في مع مستر نونو كانت احسن واقوى من مش مثلا مش عيب في كابتن مجدي او فتره اولانيه. لا بالعكس، كابتن مجدي اشتغل معاه كويس جدا ومدرب كبير جدا، وانا استفدت منه حاجات. بس انا بتكلم على منظومه كدفاعيه. اصل عبد الله بكري ما بيلعبش لوحده، انا لما اكون بلعب واللي جنبي بيلعب بنفس ستايل لعبي او بنفس المنظومه اللي احنا بنتمرن عليها، خلاص بقى انا العمليه بالنسبه لي سهله. صح. عارف ان انا مثلا لما برحل في حته ما عارف من غير ما ابص، عارف مش قلق. بالظبط، بتلعب بثقه. لكن هو بصراحه من ناحيه مش مع المدافعين بس، مع نص الملعب ومع المهاجمين بيشتغل بصراحه يعني شغل. انا بنشوف شغله في الملعب في التمرين، احنا ممكن نقعد مثلا في التمرين ثلاث ساعات بيشتغل بيحفظ حاجات. وكمان هو جه في وقت في نص الموسم. صح. يعني احنا اعتقد ان شاء الله السنه الجديده معانا فتره، معانا وقت ان احنا نشتغل كمان على السنه الجديده باذن الله. هرجع لفاركو بقى كده وندخل شويه في شويه تفاصيل من الموسم الحالي او اللي خلص ده، لكن تعال نروح لعبد الله نفسه مع البدايات. انت بدايتك كنت مدافع اساسا ولا؟ لا كنت نص ملعب. نص ملعب. ديفندر. ديفندر. بدات ازاي وازاي حسيت ان انت الموضوع مش مجرد هوايه، ده هيتحول لاحتراف وانك هتبقى لعيب في الدوري الممتاز في يوم من الايام؟ بص، انا يعني انا لو كده من تحت قوي اصلك يعني. من تحت قوي يعني. قوي يعني، مش من تحت قوي يعني. الحمد لله. بص، انا بدات في نادي الواسطة، اتمرنت هناك، قعدت لعبت مثلا لحد سن 15 سنه. بدات وانا عندي 7 سنين. كنت بلعب نص ملعب يعني، كنت بلعب نص ملعب لحد ما وصلت 15 سنه. رحت بعد كده نادي طلع الجيش. رحت اختبارات عاديه. انا بص، انا والدي ولا كان ليه في الكوره ولا ليا حد في عيلتي في الكوره ولا انا يعني الحمد لله يعني كان والدي شخص عصامي وانا برضو هو عودني على كده ان انا ابدا من الصفر وابدا لوحدي. رحت طلع الجيش، لعبت سنه، كنت كابتن الفرقه، اختاروني لكم كابتن الفرقه في السنه دي. في اخر السنه رحت منتخب مصر، اول سنه ليا العب في نادي يعني يعتبر نادي كبير، نادي طلع الجيش. رحت منتخب مصر ال 94 وبعد كده. كان مين بيدربك ساعتها؟ في المنتخب كابتن محمد عمر، وكان معاه كابتن وليد صلاح الدين وكابتن تامر عبد الحميد. جيت وانا في المنتخب كابتن محمد عبد العزيز زيزو كان ماسك فريق وادي دجله 94، وكان معايا لعيبه من وادي دجله فجاي اتفرج عليهم. تمام. فانا في المنتخب كان اول يعني لسه الانديه بدات تلعب ب 4 4 2. فكابتن محمد عمر قال لي انا العبك مساك، قلت له خلاص ما فيش مشكله هلعب. فراح لعبني في تقسيمه. كابتن محمد عزيز شافني قال لي انا عايز اخدك معايا وادي دجله، راحوا اشتروني من طلع الجيش. قعدت يعني نادي وادي دجله ده انا يعني بعد ربنا ليه فضل كبير قوي عليا، انا على طول بقول الكلام ده. نادي احترافي. نادي المنظومه بتاعته بتعرف تطلع ناشئ حقيقي متاسس صح. ناشئ يعني على المدى البعيد
بتلاقي يعني لعيب كوره متاسس. عارف مين اللي قال لي نفس الكلام ده امبارح عن وادي دجله؟ حسن الشامي صديقك. كنت انا في الناشئين وكابتن حسن الشامي كان في الدرجه الاولى. تمام. الكلام ده كان 2012 2013 يعني بعد الثوره بشويه. فقعدت 4 سنين في وادي دجله، بعد كده مشيت رحت المصريه للاتصالات. السنه بتاع المصريه للاتصالات دي انا كنت رايح، كنت بعد الثانويه العامه، فكنت قاعد في البيت وكنت هبطل كوره اصلا ووزني زاد ويعني خلاص. ليه؟ ايه السبب في كده؟ قعدت بقى، كان بعد مذبحه بورسعيد فالدوري وقف ما فيش كوره. فانا قاعد في البيت وكانت ساعتها كان عندي كسر في رجلي، فقبل امتحان الثانويه العامه فقعدت اذاكر وكده، فتخنت بقى وخلاص وقلت ايه رجعت. تخنت ورجعت بعد كده. بدات اتمرن شويه بتاع، لقيت واحد صاحبي بيقول لي انا رايح العب في اختبر في الاتصالات، تعالى انزل معايا. قلت له يا عم انا مش قال طب تعالى. رحت شافني او مشوني، نزلت تسليمه اعلان تدخين وبتاع. فكان مين اللي مشاك ساعتها؟ من غير ذكر اسامي. المساعد بقى يعني المدرب المساعد كابتن عبد الله زغلول. ده يعني الاب الروحي بتاعي لحد دلوقتي، يعني ربنا يديله الصحه يا رب. هو ده اللي وقف جنبي من اليوم ده. قال لي انا شايف انت لعيب كويس، انت هتيجي وهتخس وهتبقى لعيب جامد. واتكلم مع المدير الفني واتكلم مع الاداري وخلوني جيت واتمرنت لحد ما صعدت فريق الاول، وهو صعد معايا بعد كده فريق الاول في الاتصالات. مشيت من الاتصالات يعني طلعت الدرجه الاولى ومشيت من الاتصالات، وكنت هبطل تاني في الكلام ده في 2015 15 كنت هبطل هبطل كوره. وكان ليا ناس صحابي يا عم انت بتلعب في الاتصالات بتاخد 1000 جنيه في الشهر يعني ايه يا عم اقعد معانا فاهم. رحت رايح واحد صاحبي. والتبطيله الثانيه دي كانت هتبقى بسبب ايه؟ اللي هو انت ما فيش عائد، مش جايبه همها مفهوم. بس انا كنت انا عنيد. والعند في يعني في العند في عندي عند في النجاح. ايوه انا عايز انجح. فاخدت الكلمه دي اللي هو انا حسيت انت عايزني ابقى قاعد معاك معلش على القهوه وابطل وخلصت جامعتي او مثلا في جامعتي وقاعد ما بعملش حاجه. لا كابتن احمد حسين خدني معاه نادي حلوان العام درجه ثالثه، في درجه ثالثه في حلوان. كنت بقى بدل ما كنت باخد 1000 جنيه بقيت باخد 700 جنيه والله. لعبت سنه ونص، عملت سنه كويسه جدا. بعدها جالي عرض من نابروش تقريبا ب 50000 جنيه في 2016 من 5 سنين. رحت نابرو لعبت بالظبط 4 شهور. من الدرجه الثالثه رحت نابرو ب 50000 جنيه. في اخر السنه نابرو باعوني لسموحه 250000 جنيه. رحت سنه في سموحه كنت مساك رقم 5. كنت مدافع رقم 5. مين الاربعه اللي قبليك؟ كان ياسر ابراهيم، سيد فريد، محمود عزت، باتريك مالو بتاع منتخب بوركينا. وانا كنت رقم 5. تمام. وكنت همشي. جه دكتور ميمي راح ملعبني ماتشين ثلاثه، بعد ثالث ماتش جالي عرض من النادي الاهلي. بقى ثمني من 50000 جنيه 50 ل 20 مليون جنيه. 20 مليون ساعتها اللي طلبه الباشمهندس فرج عامل 20 مليون جنيه. في الكلام ده في ظل 9 شهور. ده مش هوا، مش هوا ومش شطاره مني، هو توفيق ربنا. توفيق ربنا بكل تاكيد، وستر من ربنا، فربنا كافئك. الحمد لله. هو يعني تعبت كتير. انت بتحكي لي انت كنت في درجه ثالثه من 5 سنين. انت بتحكي يعني 2016 من 7 سنين تقريبا. فانت بتحكي لي انه شوف الفارق اللي حصل في خلال فتره زمنيه قصيره. ده ما بيجيش الا بان الواحد متارجت حاجه، الواحد عارف هو يعني مش حتى عارف بيعمل ايه، بس على الاقل شايف هدف في النهايه، في نهايه الطريق. فوصولك ليه برضو امر ما شاء الله عليك يعني كبير يعني. الحمد لله. الاهلي تقريبا 3 مرات الاهلي كان عايزك من وانت في سموحه ووعد ما رحت بيراميدز ليه ما كملتش ولا مره؟ مش عارف. انا مش عارف. مضيت كم مره للاهلي؟ مره. في مره واحده كانت في 2018 بعد سنه سموحه. كابتن حسام البدري. كابتن حسام بدري كان اول بعد السنه بتاع سموحه ما خلصت. حد كلمني النادي الاهلي يعني، وكان عن طريق كابتن انور شلوفه كان وكيل ساعتها، وخدني ورحت مضيت في جراش الاوبرا هنا في الجزيره. والعود معاهم لحد دلوقتي. ده جراش الاوبرا ده نص لعيبه مصر مضت فيه. شهد يعني. ده لو يعرف يتكلم هينصح. ما خدتش العود والله لحد دلوقتي يعني. وما اتكلمتش انا عمر طبعا ما اتكلم في ان انا اخد عود. بس ساعتها مضيت ومضيت على بياض. وساعتها الباشمهندس فرج طلب رقم كبير في سموحه. ده ال 20 مليون. 20 مليون. بس النادي الاهلي ساعتها عرض 15 او 16 حاجه زي كده، والصفقه ما تمتش. جه عرض الباطن السعودي. فراح الباشمهندس قال لي بص بقى انا اللي هيدفع اكتر هيشيل. راح وانت كان ايه رايك؟ اقنعته بحاجه او حاولت تقنعه بحاجه ساعتها؟ ما كانش في ايدي حاجه.
يعني اللي هو معلش يا باشمهندس انا نفسي اروح اتكلمت الاهلي. والله انا مش عايز اتكلم في تفاصيل، اتكلمت كتير يا باشمهندس عشان خاطري يعني النادي. خلي بالك اللعيب في مصر، عشان في ناس بتاخد ان انت عايز تروح النادي الاهلي فانت اهلاوي. اللعيب اللي عايز ينجح، انا دلوقتي جاي لي النادي الاهلي وانا مثلا زملكاوي، هقول لا لا انا طبعا. الزمالك مش عايزني، انا عايز انجح فالنادي الاهلي هينجحني فانا هروح النادي الاهلي. انا دلوقتي اهلاوي وجالي نادي الزمالك بس هروح، يعني نادي الزمالك. مفهوم. ان انت ايه بقى؟ انا ولا ده ولا ده والله. انا بص، انا لا وانا وانت صغير ايام حلوان ونبارو، ايام طلائع طب الجيش اقول لك النجمي. على معلومه، انا كنت بروح ماتشات للنادي الاهلي اقعد في المدرجات، وكنت بروح ماتشات مع اصحابي للنادي الزمالك اقعد في المدرجات. ده ليه؟ كنت بحب اتفرج على الماتشات بس فعلا ما كانش فيه حاجه، عادي يعني. كان فيه بس يعني لا ما عادي، بقاش موجود. انا عايز انجح، مفهوم فاللي عايز ينجح انا بدور على المكان اللي هينجحني فين. مفهوم صح. والنادي الاهلي والزمالك ناديين كبار، لما النادي الاهلي كلمني عشان يبقى موجود معاه مضيت، ايوه. لما نادي الزمالك كلمني عشان اكون موجود معاه مضيت، انت فاهم قصدي؟ بس الصفقه رحت الباطن بعد كده. حتى اقول لك على تفصيله، لما جيت رحت الباطن كنت عارض نيه البيع. تحولت لبيع ومنها البيراميدز على طول. قبل ما اسافر طلعت التاشيره ومسافر بعد 4 ايام، لقيت الاستاذ نصر الهويدي رئيس نادي الباطن بيكلمني، ايوه يا عبد الله انت فين؟ قلت له في القاهره. قال لي طب انا جاي من روسيا دلوقتي، جاي كان ساعتها كاس العالم. فقلت له قال لي انا عايزك، فانا قلت هيفعل بند الشراء قبل ما اروح وخلاص بقى، الراجل يعني مطمن يعني قوي ليا. قلت له خلاص تمام. جيت قابلته هنا في احدى الفنادق يعني، قال لي انا هفعل بند الشراء وهبيعك. قلت له بيعني فين؟ انا لسه انا لسه شفتني. ما سافرتش اصلا. راح قال لي لا هفعل بند الشراء وهبيعك نادي الاهرام. انا ما كنتش اعرف ايه نادي الاهرام لسه، النادي فاهم اهي بيتعمل. ما كانش لسه بيراميدز قال نشأ. لي انا المستشار تركي الشيخ منزلني مخصوص عشانك، عشان تمضي، عشان احنا بنعمل نادي اسمه الاهرام. فانا قلت له انا ما اعرفش، ما فيش حد اصلا، ما كانش فيه لعيب وراح، متهيألي كان محمد حمدي بس هو اللي كان راح من المصري حاجه زي كده. فالمهم رحت متصل بمين؟ قلت له طب ماشي استنى. رحت متصل بكابتن انور شلوفه، يا كابتن انور في كذا كذا، انا عايز اروح نادي الاهلي وانا كده ما ينفعش اروح. قال لي لا استنى هكلم ايه؟ كابتن علاء عبد الصادق. اتصل بكابتن علاء عبد الصادق، كابتن علاء عبد الصادق اتصل بكابتن خطيب. دلوقتي اللعيب اللي احنا عايزينه عبد الله بكري عايز يجي النادي بس هو مش عارف يعمل ايه. انا ما اعرفش ان انا اعرب نيه البيع، ان انا لازم بقى كده لو الباطن فعل البند خلاص انا كده بقيت ملك الباطن، تمام سموحه بره الموضوع خالص. مظبوط. فقال لي لا انت كده خلاص، راح مراجع لي قال لي لا انت كده ما دام الباطن فعل البند الشراء انت خلاص، لا اما ترجع بقى لسموحه وبعد كده نبدا نصوم مع سموحه. فالموضوع وقف، رحت الباطن وراح بايعين البيراميدز على طول الصفقه في نفس الوقت يعني، بيع شراء فاهم. في خطوة ما انا واحدة عملوا هي ثلاث واحده خطوات. بس، ورحت كان بيراميدز. ايه احساسك ساعتها؟ بتدخل نادي واضح انه بيبدأ كبيرا غنيا، في الوقت اللي انت كان نفسك تحقق فيه حلم من احلام طفولة اي واحد بيلعب، عايز يلعب كورة في العالم، في حياته في مصر يعني، انه في اهلي وكانت الدنيا قريبة بل وماضي. انت كانت المشاعر هنا عاملة ازاي يا عبد الله؟ هو انا ما كنتش انا كنت رايح لحاجه مجهوله، انا بقول لك كنت من اول اللعيبه اللي راحت، مظبوط. بس انا مش في ايدي حاجه يعني، انا مش في ايدي حاجه. اللعيب برضو خلي بالك، لعيب الكوره بيبقى وراه مسؤوليات غير نفسه. الناس فاكره ان لعيب الكوره بيبقى لوحده، لعيب الكوره وراه مسؤوليات غير نفسه. ساعتها عادي في سموحه ما كانش كبير، وساعتها اتقال لي انت لو ما مشيتش هترجع تقف في سموحه تاني ومش هتلعب. مش حد من السموحه عشان الكلام ما يتفهمش غلط، لا يعني حد من الوكلاء قال لي انت فاكر ان انت لو قلت لهم لا مش هترجع تاني. فانا خلاص انا جاي العرض كويس، وانا حاولت ان انا اروح النادي اللي هو كان بيكلمني او بيفاوضني ساعتها ان انا اكون موجود، الاهلي. نادي الاهلي، والموضوع ما تمش. خلاص اضطريت ان انا شفت النادي بيراميدز نادي كويس، عنده لما قعدت مع المسؤولين لا في طموح، في لعيبه جايه كبيره، في امكانيات كبيره هتساعد انت تنجح. طيب خلاص انا عايز انجح يعني، دي لازم تكون الحاجه اللي هو الناس شايفاها. النادي بيراميدز لو اللعيبه فاكره ان اللعيبه رايحه عندي في نادي معين، لا بالعكس انا رايح عشان انجح. لان الفتره دي تحديدا كانت هي ده العنوان، ان نادي بيراميدز ده انشئ من اجل بلغتنا الرخامه على الاهلي. كلام غير واقعي يعني، لاي انسان لو قعد مع نفسه كده وفكر ليه يعني، انا دلوقتي هعمل نادي عشان ارخم على نادي ليه؟ عشان اخد اللعيبه اللي مثلا النادي كان عايزها؟ طب ما خلي بالك السوق المصري مليان لعيبه، جبت لعيبه وحاولت انافس على بطولات، كل ده ليه؟ طب ما انا بقى اكيد مش عندي في نادي. انا بس شايف، هو تسلسل الاحداث وقتها كان انا ممكن بتكلم على اللي يؤدي انا شفته، للفكره دي. انا بكلمك على اللي مفهوم انا شفته اللي انت ساعتها شفته. يعني. عمر ما حد جه قال لي احنا هنلعب كده عشان خاطر عندي في حد، او احنا هنعمل كده عاملين نادي عشان خاطر، لا انا ما شفتش الكلام ده. النادي بصراحه من اول سنه
منظومه محترمه، ناس محترمه، ما فيش اي مشكله في النادي. في اول سنه كان، لا كانت سنه كويسه جدا في اول سنه. كنتوا ازاي بتتعاملوا مع التركيز الاعلامي اللي هو مش جاي بس لمجرد ان الفرقه دي مليانه نجوم، كان التركيز الاعلامي كده فيه ضغط من كل الاتجاهات، جمهور الاهلي باصص لكم شزرا، جمهور الزمالك بيقولوا انتوا ايه حكايتكم، الناس بتتكلم ما بين المرتبات، ما بين اسماء النجوم، ما بين الفريق ده جاي يهددنا كاهلي وزمالك على مستوى الالقاب، انتوا كفرقه كنتوا بتتعاملوا ازاي مع ده وانتوا لسه في بدايه الانشاء عبد الله؟ بص، هو اول سنه احنا كنا شايفين، انت عارف مصر كلها عليك، يعني مصر كلها، عمر ما في مثلا، انت الناديين يعني، في ناس بتشجع الاهلي وناس بتشجع الزمالك، احنا النادي الوحيد اللي الناديين اجتمعوا ان هم ضدنا، انت فاهم؟ بس كنا بنشوفها بشكل عادي، ان انت دلوقتي تلعب في نادي كبير، على طول عندك ستريس ان انت عايز تكسب، انت كل ماتش بتلعب على مكسب، انت ما ينفعش انت تيجي تعادل في ماتش، لا انت بتلعب على مكسب، انت عايز تاخد بطوله، ان من اول يوم في النادي هنلعب على دوري، نلعب على كاس، عايزين السنه الجايه نكون في افريقيا. وده اللي احنا قعدناه في اول سنه، احنا لحد اول سنه في اول سنه كنا بنلعب على المركز الثاني في الدوري. مظبوط. ولعبنا نهائي كاس مصر ضد نادي الزمالك. فمن اول سنه كان في ضغط وفي شغل، ان انت عايز تبقى السنه الجايه بتعمل حاجه، وده اتطور مع من ثاني سنه لثالث سنه. ولحد دلوقتي موجود الكلام ده طبعا في نادي بيراميدز. مظبوط. انت مع بيراميدز بداياتك كانت قويه جدا ومشاركات دائمه. ممكن لو رحنا لآخر موسم كده نلاقي المشاركات قلت بشكل مكثف قوي. والله بص، انا اول سنه انا بدات الموسم والحمد لله لعبت اول 20 ماتش، كنت انا بلعب انا وعلي جبر، كنا ماشيين بشكل كويس جدا. جيت اتصبت قبل كابتن حسام ما يجي. رجعت مثلا مع كابتن حسام بعد ماتشين ثلاثه ما لعبتش. بعد كده رحت لعب 3 4 ماتشات قبل كابتن حسام ما يمشي. بعد كده اتصبت تاني، جالي جزع في رباط داخلي الفتره بتاعت مستر رامون دياز. فلعبت اللي هم اول 20 ماتش في الدوري بس، ال 15 ال 12 او ال 14 ماتش الباقيين ما لعبتهمش. جيت تاني سنه الحمد لله يعني بدات بشكل كويس جدا، لعبت 36 ماتش او 35 ماتش في الدوري، وفي الدوري وافريقيا يعني. مظبوط. ولعبت كاس مصر، ماتشات كاس مصر. الحمد لله اول سنتين كانوا كويسين بالنسبه لي يعني. ثالث سنه هي اللي ما كانتش كويسه بالنسبه لي. فيها مشكلات اداريه كمان ما بينك وبين اداره النادي. بص، هو انا هي كانت في مشكله طبعا يعني الكل يفتكر عناوين المهدي سليمان عبد الله بكري، المهدي سليمان عبد الله بكري، هو مهدي على طول واخدني في كل حاجه في رجلي. لا، هو كانت ساعتها الكلام اتاخد بشكل غلط. هو مهدي كان منزل تويته معينه على حاجه معينه، وانا ما كنتش اعرف المعنى بتاعها قصده ايه، فانا ملاش يعني، لا 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 يعني ملاش، عدت خلاص، خلاص عدت. مش عارف. عشان قصدي، عشان بما ان جبنا سيرتها فاللي عايز يفكرها. مش عايز؟ مش مشكلة، لا لا خلاص، مش تويتة مشهورة خلاص بتاعت المهدي وعبد هو. فأنا علقت له عليها من غير قصد. أنا حتى كلاعب في النادي عندك، أنا ساعتها اتضايقت من النادي، زعلت من الناس اللي موجودة في النادي. أنا دلوقتي لعيب عندك في النادي، اعتبر إن أنا غلطت. اعتبر إن أنا غلطت. تمام. هل أنت هتيجي دلوقتي تحكم عليا لحد مرة واحدة؟ ولا هتيجي تتكلم معايا ان انت فيها غلط؟ طب هنعتذر، نزل اعتذار ان الكلام ده غير مقصود بيه اداره النادي او اي حد في النادي. تمام. اللي انا لقيته من النادي غير كده خالص. اللي انا لقيته، لا، في تعنت ضدي، ما اعرفش ايه السبب. في ان انا، لا انت موقوف، انت ومهدي سليمان موقوفين، انت مخصوم منك رقم معين. طب الارقام دي بناء على ايه؟ والوقفه ده بناء على ايه؟ انا دلوقتي راجل لعيب كوره، انت بتحكمني بيني وبينك اللايحه، صح؟ بتخصم مني على اساس اللايحه. طب الكلام ده اصلا اللي حصل ده مش موجود في اللايحه. ان انا ممكن يعني اسهل حاجه ممكن اقول لك ده مش الاكونت بتاعي. مظبوط. انا راجل بقول لك، انا مش الكلام مش مقصود بالنسبه لي. لا، انت موقوف. طب انا موقوف ليه؟ اديني سبب. وحصلت حاجات وما لقيتش حد وقف معايا يعني، كن ان انا اقول لك انا مش الكلام مش قصدي وهنزل اعتذار، خلاص نزل اعتذار عشان خلاص الموضوع يخلص. بعد ما نزل اعتذار، لا انت متحول لشؤون قانونيه، فما عنديش مشكله. طب انا دلوقتي، انا راجل مثلا قانون، انا راجل خريج حقوق، لما اجي وانا عارف الشؤون القانونيه الاقي القرار الخصم نازل وانا في التحقيق، بيتاخد من قبل التحقيق ما ينتهي، هم عمل في مشكله حصلت ان القرار طلع على الجروب بتاع الواتساب وانا عارف الشؤون القانونيه. فانا قلت لهم ايه ده يعني، انا قلت لهم في قرار نزل، اما التحقيق ده ليه؟ فانا قلت لهم لا، اثبت لي بقى في التحقيق ان القرار اتاخد. تمام. على حقي. مفهوم. واصلا ليه تدخلني في الدايره دي؟ انا قلت لك انا في مشكله حصلت
خلاص انت هتخصم مني رقم، لكن ما ينفعش اقول له اصل لو لعيب. قلت لهم دلوقتي انا، دلوقتي انا راجل، انت مثلا ما بلعبش، انت دلوقتي عشان لو انا لعيب بلعب هتعمل معايا كده؟ يتقال لي لا. يتقال لك لا؟ قال لي لا، لو حد تاني ممكن، لو لعيب مؤثر في الفرقه. ياه، اهو ده الاجابه دي جات لك من مين؟ من الكابتن هاني سعيد قال لي الكلام ده. قال لك لو انت لعيب تاني غير عبد الله بكري هتعدي. لا لو لعيب لا مؤثر في الفريق. مش عبد الله يعني، لو لعيب، قلت له يا كابتن لو هو حد دلوقتي اللعيب ده عمل نفس اللي انا عملته. قال لي لا، ساعتها ممكن نتكلم. او طب ازاي؟ انا دلوقتي اصلا قفلت الكلام ساعتها. انا ساعتها قفلت الكلام والموضوع عدى وخلص، وانا ما عنديش مشكله مع اي حد. انا من ساعه الموقف ده يعني انا قلت خلاص، يعني انا همشي. خلاص انا، هم جم اتكلموا بعد المشكله. طب انت جاي تتكلم معايا في التجديد ليه بعد المشكله ما تحصل؟ يعني ليه بتتكلم معايا يعني في ساعه المشكله؟ طب ما انا، بس هو من حقهم كاداره ان هم يستاءوا من التغريده، حتى لو هي كانت ضمنيه او مش واضحه او زي ما انت قلت فيه انت مش عارف او مش قاصد او، بس هو كاداره ممكن تبقى حاطه يعني طرق للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت اللي كان فيه شويه خلافات ما بين المهدي سليمان وعبد الله بكري والفريق من عدم المشاركات، فكان ترجمتها ان هم المقصودين ممكن يبقى ماشي صح. انا بقول لك اعتبر ان اللعيب ده غلط، مش وارد انا انسان، وارد ان انا اغلط. مظبوط. فليه الدبح؟ انا يعني انت عارف انا حسيت ساعتها ايه؟ انا لعيب عندك بقالي سنتين ودي ثالث سنه ليا، وكنت لعيب يعني بموت نفسي في الماتشات، وعلى طول انا يعني انا عمري ما عملت مشكله مع حد. ودي خلي بالك كانت اول مشكله لي في الكوره. والمشكله غير مقصوده مني، ان انا بقول لك انا مش قصدي انك تخبط في حد او مثلا اقول حاجه بشكل غير مقصود. انت ليه حطيتني في زون ان انا حد وحش؟ ان انا حد ما عملتش حاجه للنادي. استفقت منها ازاي دي يا عبد الله؟ لان هي قاسيه. لا انا توقفت اربع شهور، يعني اربع شهور من شهر واحد لحد شهر اربعه. بتمرن الصبح، باجي اتمرن الصبح، عمري ما غبت تمرينه. بتمرن 4 الصبح. انا الفتره دي انا عايز اقول لك انا دخلت في حاله اكتئاب. والله يعني قعدت 3 شهور في حاله اكتئاب. يعني زوجتي تعرف الكلام ده كله، عانت معايا الفتره دي ان انا يعني مفهوم. لا كنت بعاني لدرجه ان انا يعني ما كنتش انت. لا مش انا خالص. يعني كنت بحس ان انا يا جماعه انتوا ليه ثقتي بنفسي وديتوها؟ كنت اروح اغير في اوضه اللبس التمرين لوحدي، في اوضه لبس لوحدي. يعني انا ليا مثلا الكرسي بتاعي في اوضه اللبس اتشال، بتغير في اوضه لوحدك انت ومهدي. بتتشال من على جروب النادي. انا الحاجات دي لا، انا قلت لا انا خلاص، انا يعني كنفسيا مش هقدر اكون موجود تاني. ان انا كنت بتمرن، عمري ما غبت تمرينه في الثلاث شهور دول. عشان لما رجعت من الوقف، انا اول ماتش ليا كنت مان اوف ذا ماتش في ماتش في افريقيا. مظبوط. فاكر ماتش ان هو فرقه من فاكر تنزانيا او فين؟ كنت مان اوف ذا ماتش، وكنت في تشكيله ال الجوله بتاعت افريقيا. ده ليه؟ انا الحمد لله انا عشان اشتغلت صح واستحملت. وعمري ما طلعت في الثلاث شهور او الاربع شهور، عمري اتكلمت على النادي ولا قلت اي حاجه. بس انت كان لازم تقف مع اللعيب بتاعك، عشان اللعيب اللي جاي لك بعد كده يعرف لما هو اللعيب ده يغلط انت تقف في ظهره. ليه بيراميدز ما بياخدش بطولات؟ او ما خدش حتى الان؟ بص يعني بما انك عشت فتره طويله من عمر النادي، يعني هي 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 نظريه. هقول لك على حاجه، الفكره سهله جدا. هتقول لي يعني ايه الفكره سهله جدا؟ ان اي حد ممكن يفكر في اي حاجه، بس التنفيذ هو ده الجزء اللي على ارض الواقع. ده هو ده الفيصل. هم بيحاولوا على ارض الواقع. هم بيحاولوا على ارض الواقع، وعندهم المقومات بتاعت النجاح، وعندهم السكواد بتاع اللي هو يخليك تاخد بطوله. لو جيت بصيت لها، بيراميدز يعتبر من اقوى سكواد في مصر. مظبوط. لعيبه معاهم مدير فني محترم جدا مستر تاكيس. بس هتيجي تقول لي ايه اللي بيخليهم ما بياخدش اوضه لبس؟ هقول لك ما اعرفش. حاجه غريبه. تبقى قريب، احنا ماتش نهائي افريقيا بتخسر نهائي افريقيا، ماتش كاس نهائي كاس مصر بتخسر نهائي كاس مصر. مظبوط. السنه اللي بعدها بتخسر قبل نهائي افريقيا بضرب الجزاء اللي قدام الرجاء. ففي حاجات غريبه، ما يعني انا ما اقدرش اعرف تفاصيل الحاجات دي دلوقتي ان انا مش موجود في النادي. فانا ما اعرفش التفاصيل ايه هناك بالظبط. كنت رجل مباراه نامونجو التنزاني بعد العوده مباشره، وكنت فاكر انا المباراه دي ان بصراحه هنيت عبد الله بكري هنا على الهوا ساعتها، لانه بعد مسيره قاسيه، بعد رحله مرهقه، شهور كانت متعبه جدا. لكن الزمالك بدايه الموسم كنت قريب منه،
السنة بل دي؟ اللي هو بداية الموسم اللي اللي خلص، خلص. بل وكنت أعتقد من اللاعبين اللي وقعوا. بص، انا يعني الزمالك في يعني حصل كذا حاجة كده غلط، يعني مش غلط، يعني كذا اكشن حصل لما جيت وانا قاعد بيخلص في بيراميدز، وانا ما كنتش بلعب يعني، كان جاي لي عرض نادي الزمالك وقعدت مع مستشار مرتضى منصور وراجل قال لي اللي انت عايزه، والناس كانت مرحبين بيا جدا وخلصت. وانت فري لا، قبل عادي يخلص ست تمام شهور الفتره اوكي. بتاع شهر واحد، واتكلموا مع نادي قال لهم لا مش هنبيعه. طب يا جماعه ليه؟ احنا عايزينه قبل الوقف ده مثلا باسبوعين ثلاثه. جيت السنه اللي بعدها في اخر السنه بقى انا ماشي فري، كان الفتره بتاع كابتن حسين لبيب، وقعدت وخلصت واتفقت كل حاجه. بعد كده جه قال لنا احنا يعني عرفت ان ممكن يبقى في مشكله في القيد او الكلام ده كله، وانا لعيب فري، فمعنى ان انا امضي وممكن يبقى في وقف في القيد، فانا كده ايه يعني ممكن يبقى عندي مشكله ان انا ما اعرفش اروح نادي، هطلع اعاره مثلا او حاجه. مفهوم. فالموضوع وقف يعني، وبعدين تغير الادارات هناك ده يعني الموضوع وقف يعني، بس ما حصلش نصيب الحمد لله. فظهر فاركو. ايه اللي شدك في تجربة فاركو وانت برضو فريق لسه بيتبني من الاول وهو صاعد الممتاز؟ بص، هو فاركو انا عارفه ان انا لعبت قدامه في الممتاز بيه وانا في نابولو، الجميل ان انا اتعاملت مع مستر جون، يعتبر اخويا الكبير يعني، انا بحبه جدا. جون ادوارد. يعني ده هو اول، بص جون اول ما راح فاركو كانوا هما في الممتاز بيه، انا كنت بلعب في نابولو، كان عايز يجيبني فاركو، بس انا رحت سموحه في الدوري الممتاز. راح بيراميدز. راح، فانا بعد سنه سموحه هو راح، كان في هو اللي بيكون الفرقه في اول السنه هو محمد العاصي، فراح جايبني بيراميدز واتعاملت معاه في بيراميدز، ويعني ثقته فيا الحمد لله يعني، انا بحاول بشكل كبير ان انا اكون قدها يعني. هو دماغه نظيفة كده. دماغه نظيفه، وفي الكوره كمان وبره الكوره، بص اهم حاجه بره الكوره انت انسان عامل ازاي، صح الكوره دي هتخلص. صح 100%. ولما جه راح فاركو اول ما كلمني بصراحه انا ما ترددتش، انا اكون موجود معاه والمنظومه نفسها يعني، مستر عز رئيس النادي ومستر جون كابتن عاطف حنفي مدير الكره اللي انا اتعاملت معاه برضه في سموحه، كابتن سموحة. حسن جمعه، الناس دي كلها منظومه يعني. انا ما بحبش اتكلم على المستقبل دلوقتي، احنا ما نعرفش يعني بتاع ايه احنا صح. بنسعى له، بس ان شاء الله على السنين اللي جايه النادي هيبقى في حته تانيه يعني باذن الله. أسئلة سريعة جدا، مع إيقاف القيد ومع إيقاف القيد رحيل محمد صبحي الخط الأخير للدفاع القوي بتاع فريق فاركو، شايف إزاي المشهد الموسم اللي جاي؟ والله احنا يعني احنا بنسعى السنه الجايه ان احنا نكون في مركز احسن. صبحي جون كبير طبعا، محدش يقدر ينكر كده، هو في نادي الزمالك دلوقتي ربنا يكرمه. احنا عندنا محمد سعيد شيكا جون كويس جدا وشارك السنه اللي فاتت، عندنا محمود السيد طبعا معروف ولعب في الاتحاد ولعب في المصري ولعب في الاولمبي وجون كبير، وعندنا قطاع ناشئين كويس جدا ممكن يطلع منه لعيبه كويسه جدا. ما عندناش مشكلة في أي حاجة، كل الظروف اللي هنتحط فيها نتعامل معاها يعني. منتخب مصر كذا مرة اسمك اتقال ان انت هتنضم في عهد كذا مدرب، ما جاتش لسه وقتها. ما جاتش وقتها، بتستغرب ده؟ بستغرب بس لان ارقامك بتقول انك يعني تستحق الانضمام للمنتخب. بص يعني انا بستغرب، بس ما ينفعش الاستغراب ده ياخدني لحتة تانية. لا انا بقيم نفسي من نفسي، حلو. ان لعيب الكوره لو مش هقيم نفسه انا واقف فين بالظبط هيبقى عنده مشكله. انا بقيم نفسي، انا شايف ان انا عملت موسم كويس وشايف ان انا كنت ماشي بشكل كويس وارقامي كويسه، فالمنتخب ده مدير فني ومعاه جهاز، صح، هو بيقيم. ممكن يكون شايف ان عبد الله بكري الفتره دي مش وقته، هيخدم افكاري مش وقته. ممكن شايف ان عبد الله بكري السنه الجايه يكون موجود معايا، فاهم قصدي؟ ان انا مش كبير، انا 28 سنه، صح، فانا مش اللي هو انا مثلا لا فقدت الامل، لا انا بشتغل، انا اللي في ايدي ان انا اشتغل، صح. والمنتخب انا خلي بالك انا ممكن اكون مثلا بروح منتخب وانا حاسس ان انا ما استحقش ان اروح منتخب، مظبوط، لكن لما اكون انت ما بتروحش وتلاقي الناس كلها بتكلمك ان انت المفروض تكون موجود في المنتخب، حته ان انت تبقى قاعد في البيت بعد الموسم او بعد الماتشات او ان انت الاستحقاق ده اللي انت حاسس ان انت تستحق ان انت تكون موجود، ده حاجه كبيره قوي، صح. الاحساس نفسه، احساس ان انت تستحق. وبرافو عليك انك بتفكر كده عشان ما تدخلش في سكه تانية زي ما بتقول هي الاحباط على الفاضي او الاحساس بالظلم والاضطهاد، انه في الاخر انت شغلك بتشتغله والباقي متروك بقى لمن يتحكمون في اتخاذ القرار. برافو. بمناسبه المنتخب، فمنتخب مصر كان المفروض النهارده يعلن قائمه المنتخب لكن تاجل الامر لما بعد مباراه الزمالك امام الكت التشادي، فستعلن القائمة النهائية بداية التوقف الدولي بعد مباراة الزمالك أمام إلكترا تشادي. قبل الختام عبد الله،
نلعب لعبة سريعة كده، شوف قوة الذاكرة عند عبد الله بكري عن عبد الله بكري عاملة ايه. مش ماشي يلا 10 ثواني لكل سؤال او اقل كمان. مش بيراميدز خسر من سموحة 3-0 الموسم قبل اللي فات وانت اتطردت، مين الحكم اللي طردك؟ كابتن طارق مجدي. صح، ايوه. ما بتنساش اللي لا بيطردك شكلك. مين اللاعب اللي خد، تمام، مين اللاعب اللي خد كارت احمر في لقاء سموحة مع الزمالك نهائي كاس مصر حسام حسن 2018؟ حسام حسن. دي 62 صح. يا ما تهزرش فاكرها. بقى، فاتح ترانسفير ماركت. ضيعت ضربة الجزاء الأولى في الماتش ده، مين اللي سجل من لعيبة سموحة؟ ياسر ابراهيم، اسلام صالح، سيد فريد، و محمد حمزة زكي. لا، محمود معاذ. محمود معاذ. الزمالك كسب 5-4 ساعتها. كم نقطة حصدها فاركو في الدوري الموسم ده؟ 42. انت قلتها في بداية الحوار. عموما سجلت هدف واحد مع فاركو الموسم اللي عدى، مين اللي صنعه؟ وليد علي. وليد اللي هو وليد فرج ثواني. وليد علي فرج. بالظبط. والهدف الثاني سجله عمرو جمال. عمرو جمال. ذاكرة ما شاء الله قوية. انت نورتني يا عبد الله، ربنا يخليك. وانا مبسوط جدا باللي بتقدمه، واكيد لسه عندك اقوى كمان الموسم اللي جاي، هيبقى اقوى على مستوى الانديه المواجهه ليكم كمان، فانا متحمس لمتابعتك ومتابعه الفرق الباقيه. ان شاء الله ربنا يخليك يا هاني، واتشرفت بلقائك طبعا، وان شاء الله تبقى حلقه كانت حلوه على الناس يعني. في اي رساله تحب تقولها لاي حد بيتفرج علينا؟ لا طبعا انا احب يعني اشكر ناس كتير قوي كانت واقفه معايا الفتره اللي فاتت. طبعا زوجتي تعبت معايا جدا ربنا يخليها، وعانت معايا جدا الفتره اللي فاتت، وهي الحمد لله الدعم ليا الفتره الاخيره. ليا طبعا مدربين خاصين بيا انا، كابتن عمر طارق غندي، كابتن محمود طارق السيرسي، كابتن عبد الله زغلول، دول الثلاث مدربين بتوعي اللي في الجزء الفيزيكال والجزء الفيتنس والجزء الانالايز. فالحمد لله الناس دي كلها ساعدت. طبعا والدتي واخواتي اكبر داعمين ليا من زمان يعني، اشكرهم جدا، وان شاء الله يعني اكون يعني فخورين بيا وفخورين ان انا ان شاء الله اوصل لحاجه اكبر باذن الله. والحمد لله يعني على اللي انا وصلت له راضي بيه، وان شاء الله يعني في طموح اكبر ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق باذن الله. ربنا يخليك يعني، نورتني وشرفتني حبيبي يعني، ربنا يخليك يا رب. نورنا عبد الله بكري نجم دفاع فريق فاركو، وانتم كمان كالعاده نورتونا في بدايه اسبوعنا من الماتش. غدا لقاء جديد في تمام 11 مساء، فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.